طب مانشستر سيتي عنده بكره ماتش في الدوري الانجليزي، ايوه، بعديه يوم السبت عنده ماتش في الدوري الانجليزي او الاحد، بعد كده يلعب تشامبيونز ليج يوم الثلاث او الاربع. هيروح من انجلترا لفرنسا؟ لا، من انجلترا لانجلترا، مدينة الانتاج للبيت عندي. لسه بقول عليك، يعني هل فعلا يا كابتن ان 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 الموضوع ما يتحسبش كده، وبيتحسب لكل فريق وظروفه وظروف القاره اللي بيلعب فيها وظروف الطيران اللي موجود، ولا ليه علاقه بعدد الايام اللي بيريح فيها، ولا الموضوع بيتحسب ازاي؟ يعني كمدير فني وكجهاز طبي بيفكروا ازاي؟ يعني الموضوع بيبقى محسوب ازاي ما بين في اوروبا بتختلف. اوروبا الدول قريبه جدا من بعض، تمام. هي مشكله افريقيا طيران ساعه او ساعتين. مشكله افريقيا في الطيران، افريقيا كده في الطيران 8 ساعات، عارف يعني ايه قاعد في طياره 8 ساعات؟ تقوم وتصحى وتقوم وتصحى وتخش وتخرج وتيجي وتقعد جنب صاحبك وتحكوا قصص، وبعدين تروح على الكرسي بتاعك تاني، وبعدين المضيفه تعدي عليك تقول لك تشرب ايه، تقول لك يعني موال 8 ساعات. انا رحتها مره يا كابتن ما كنتش قادر، كنت خلاص عمال اصحى وانام واصحى وانام، مش عارف اوصل لسه. فالعمليه عمليه بتبقى مرهقه جدا يعني. فما اعتقد لابد من الاتحاد ياخد باله جدا جدا ويشوف سلبيات هذا الموسم، ولازم تتعالج السنه الجايه. ممكن يا كابتن يبقى في دوري منتظم من اوله لاخره، مفيش حاجه تتغير فيه ولو حتى مباراه واحده؟ وليه لا؟ لان في مباريات اتاجلت السنه دي ليس لها اي معنى بصراحه يعني. يعني يا كابتن ممكن نشوف الموسم اللي جاي دوري منتظم. في فرق لعبت امبارح بقالها 36 يوم ما لعبتش. طب ممكن يا كابتن ناخد عندنا كونسبت زي الدوري الانجليزي لما بيلعبوا في العطلات